طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع السابع لمادة اللغة العربية للصف الأول. في هذا الأسبوع يا أحبائي، كما تعودنا، سيتم التركيز على مهارات اللغة العربية، وهي الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة والتعبير. سنبدأ هذا الأسبوع يا أحبائي بمهارة الاستماع. سيقوم طلابنا المتعلمين المتواصلين والمفكرين بالتعرف على الوحدة الجديدة، ألا وهي نتشارك الكوكب. سنقوم بالتعرف على وحدة الصوت والضوء. سنقوم بقراءة قصص مفصلة تتحدث عن الصوت والضوء. أيضا يا أحبائي، سنقوم بالاستماع إلى هذه القصص، متعرفين على مفردات جديدة نوظفها في هذه الوحدة الجديدة. في هذا الأسبوع سيكون لدينا يوم للتدرب على الإملاء، تحضيرا للأسبوع الذي يليه. سنقوم بقراءة جمل الإملاء وعدة مرات، ومن ثم التدرب على كتابتها، ومن ثم كتابتها في دفتر الإملاء وتحليلها إلى مقاطع وحروف وقراءتها مع الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون والتنوين. سنقوم يا أحبائي بعرض جمل الإملاء على بطاقات من خلال كلمات توضع على السبورة وقراءتها بشكل يومي، حتى يتمكن الطلاب من قراءتها ومن ثم كتابتها. سنقوم بالتدرب على القراءة اليومية والكتابة الإملائية على السبورة وعلى الدفتر. أيضا سنقوم بقراءة البطاقات المتعلقة بالوحدة، ومن ثم القراءة اليومية من خلال القصة التي تعلق بالصوت والضوء والموجودة في ملف الطالب. القراءة سيكون لدينا تقييم للقراءة، سيتم إرساله عبر الإيميل من خلال البطاقات المعروضة على السبورة، ومن ثم سيتم تقييم الطالب على ذلك من خلال بطاقات الإملاء وبطاقات المتعلقة بالوحدة وبطاقات القصة المرسلة عن الصوت والضوء. تقييم القراءة سيكون في موعد أقصاه يوم الأربعاء، سيتم إرسال إيميل بموعد تقييم القراءة. أيضا في هذا الأسبوع سنقوم بزيارة المكتبة واستعارة قصة وقراءة واختيار قصة من قبل المعلم وقراءتها أمام الطلبة، ومن ثم التعرف على شخصيات القصة والتعرف على المشكلة، ومن ثم المكان والزمان وحل المشكلة أو العقدة الحل. سيقوم الطلاب بكتابة كلمات أو جمل أو من خلال الرسم. طلابي أحبائي، أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء.